بص يعني هو اعتقد مش هقول طبيعي قوي بس يعني منطقي ان فيتوريا هيعتمد النهارده على اكتر من عنصر من لاعبي الاهلي في التشكيل ان شاء الله الاساسي. يعني لما بتيجي بتفكر لما يجي يفكر اكيد هيبدا او عنده اوبشنز كتيره جدا، اكيد عندك محمد الشناوي يعني هو جاهز كمان بشكل كبير جدا. مش عايزين ان احنا كريم بنكون بنتكلم كده عن لعيبه النادي الاهلي ان احنا نقصد ان احنا نقلل من اي لاعب اخر او من حراس المنتخب ابدا، يعني كلهم حراس متميزين جدا ولما طب سمع او سنحت لهم الفرص يعني اثبتوا نفسهم بشكل كبير، لكن انت بتتكلم دايما باصص على الافضل من المجموعه اللي هي الكبيره هو محمد الشناوي لو احنا هنتكلم بمنتهى الصراحه او بلغه ارقام. خلينا كان نتكلم عن يعني بقيه الفريق، يعني فيتوريا عنده لعيبه كتيره جدا زي ما انت كنت بتتكلم من النادي الاهلي ممكن ان هم يعتمدوا او يعتمد عليهم بشكل كبير جدا. عندك كمان محمد عبد المنعم على سبيل طبعا المثال، عندك كهربا، عندك حمدي فتحي، عندك كتير من اللعيبه اللي جاهزه. وروي فيتوريا كمان اعتقد ان هو عنده فرحه كبيره جدا من فكره المستوى الفني، كمان لو هتكلم هنا تحديدا عن محمد عبد المنعم اللي اعتقد هذا اللاعب اللي كل يوم بيثبت ان هو فعلا مستقبل خط دفاع يعني منتخب مصر حاجه. وعلى فكره هو اللي حقق ده بنفسه، يعني هو اللي قدر يستر هذه او هذا المستوى بنفسه لما جات له الفرصه. لا لاعب كبير ولاعب واعد ولاعب عنده مستقبل كبير جدا بصراحه. وعندك كمان زي ما كنت بقول حمدي فتحي، ومن الاساس كمان حمدي فتحي لعب مع مستر فيتوريا وظهر بشكل يعني كبير جدا وجيد جدا وعمل بطوله مميزه جدا كمان. فنتمنى كل التوفيق. وكمان عندك مش عايز انسى محمود كهربا يعني هداف الفريق في دوري ابطال افريقيا طبعا. فيعني لا سكواد رائع جدا جميل جدا، من بنفخر ان معظمه كريم او اكتريته كمان من أكيد النادي الاهلي، اكيد دي حاجه بتسعدنا. بالتوفيق ليهم ان شاء الله، ونتمنى يكون في اختلاف شويه يعني في النتائج، يا في ريت الرانكينجز، يا ريت في الاداء، في الكره. يعني نتمنى عندنا ثقة كبيرة في السكواد بس نتمنى يكون في اختلاف على الأرض.